معكم إيهاب المهندس في لايف جديد هنتكلم فيه عن قضية مهمة هتنظرها محكمة الجنايات. النهاردة الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمار محمد فريد هتنظر إعادة محاكمة 36 متهما بقضية فض اعتصام 4. النهاردة المحكمة هتستكمل سماع مرافعة دفاع المتهمين. هنتكلم مع حضراتكم عن القضية وعن المتهمين ومتى حصل المتهمين على أحكام غيابية بالمؤبد والمشدد والإعدام، كل ده خلال اللايف. النهاردة الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي هتستمع لمرافعة دفاع المتهمين في إعادة محاكمتهم بفض اعتصام 4. 36 متهم يعاد إجراءات محاكمتهم. المتهمين حصلوا على أحكام غيابية مع آخرين بالإعدام والمؤبد والمشدد في 8 سبتمبر من عام 2018، وبعد الحكم الغيابي تم القبض على بعض المتهمين وفضل عدد المتهمين بيزيد مع الوقت. البداية كان 17 متهم وتم القبض على متهمين آخرين حتى وصل عدد المتهمين إلى 36 متهما يعاد إجراءات محاكمتهم على ذمة القضية. من أبرز التهم اللي وجهت للمتهمين، وجه للمتهمين العديد من التهم، منها تدبير تجمهر مسلح وكمان الانضمام إلى جماعة إرهابية وتهم القتل العمد. دي من أبرز التهم اللي وجهت للمتهمين في القضية المعروفة بفض اعتصام 4. كمان هنتكلم عن الدعوة متابع اليوم السابع. بالنسبة الدعوة بتضم أكتر من متهم، هنتكلم عن أبرز المتهمين واللي حكم عليهم في وقت سابق. القضية بتضم 739 متهما، من أبرز المتهمين في القضية البلتاجي وصفوت حجازي والعريان. المتهمين دول حكم عليهم في وقت سابق من سبتمبر من عام 2018، ولكن في بعض المتهمين الهاربين وعددهم يتجاوز 300 متهم. تم القبض على بعض المتهمين منذ فترة وكان عددهم يتجاوز 90 متهم وحكم عليهم على الأحكام الصادرة ضدهم، ولكن مع الوقت تم القبض على متهمين آخرين في الدعوة كان عددهم 17 بعد وصل 22، وتم القبض على آخرين حتى وصل عدد المتهمين اللي يتم إعادة إجراءات محاكمتهم الآن في الدعوة إلى 36 متهما. الدائرة الثانية إرهاب هي اللي بتنظر إعادة محاكمة المتهمين. تعقد الدائرة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد. متابع اليوم السابع هنتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد بخصوص هذه الدعوة، وفي حال انتهاء دفاع المتهمين بجلسة اليوم من المرافعة سيتم حجز الدعوة، وفي حال عدم القبض على متهمين جدد، يعني في حال وصول متهمين جدد سيتم تأجيل الدعوة للمرافعة بالنسبة للمتهمين الجدد. أما في حالة عدم ورود متهمين جدد وانتهاء الدفاع من المرافعة بجلسة اليوم سيتم حجز الدعوة للحكم. طبعا بالنسبة للناس اللي بتسأل، الدعوة تم الحكم فيها في 8 سبتمبر من عام 2018 وحصل 75 متهما على أحكام بالإعدام، وصدر ضد باقي المتهمين على أحكام ما بين المؤبد والمشدد. كان في أكثر من 300 متهم هارب في الدعوة. تم القبض على العديد من المتهمين الهاربين وتم عمل إعادة إجراءات لهم وحكم في وقت سابق على أكثر من 90 متهما من المتهمين الهاربين،
وكمان تم القبض على متهمين آخرين، وصل دلوقتي عددهم ل36 متهما، وجاري إعادة إجراءات محاكمتهم أمام الدائرة الثانية إرهاب في القضية المعروفة بفض اعتصام ربع. هنتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد بخصوص هذه الدعوة، وهل سيتم تأجيل الدعوة لاستكمال المرافعة أم سيتم حجزها للحكم في حال انتهاء الدفاع من مرافعته. شكرا متابع اليوم السابع، هنتابع معكم كل ما هو جديد بخصوص هذه الدعوة على أن نلتقي في لايف جديد ونتكلم عن تفاصيل وكواليس المحاكمة.